الديوان الاميري يبدو لي ان عدد كبير من الشعب الكويتي استمع على التسجيل. انا لا يستهويني هذا التسجيل، لكن لخطورتها وخطوره مضامينها يجب ان نتوقف عندها. التصريح منسوب لنائب وزير الديوان الاميري، واحد. اثنين، هو عضو فاعل في الاسره الحاكمه. ثلاثه، هو جزء من البناء الصلب للاداره السياسيه. فلما واحد بهذه المواصفات ويطلع وهو منسدح على كنبه ويقول والله دوله بتفلس وانا باخذ عيالي واروح جزيره، انت عارف شنو تاثيرها الاقتصادي على الدوله؟ انت عارف هسه، طبعا انا ادري انك مو عارف وادري ان خيارك مو على اساس انك عارف، يعني هي مو فارقه ممكن تكون بالقرعه، بس هذا المساله تاثر على حياتنا يعني. ومن حقنا ان نرد على مثل هذه التصريحات. اولا الفعل يشكل سلسله من الجرائم الجنائيه، اول شيء فتح الباب، يعني لو يقولها شخص عادي يفترض ان يحاكم، فما بالك ان اللي يقوله نائب وزير الديوان الاميري. اذا كان الامر بحسن نيه فهو جريمه يجب ان تحاسب عليها وان توقف على العمل، فرضا عن انه يجب ان تفسد اصلا. نائب وزير الديوان الاميري يشكك في قدرة الدولة على البقاء، يعني أكثر من هذا السقوط ما في. الأمر الآخر، أنا بسألك يا أخي محمد عبد المبارك واسأل صديقك رئيس الوزراء اللي أحيانا تقرأ في خطابات أو تقول مضامين أنا مدرك أنك لا تستوعبها. كيف يمكن لمستثمر أجنبي، سؤال، كيف يمكن لمستثمر اجنبي ان يستثمر بالكويت اللي نائب وزير الديوان الاميري يقول انها بتفلس؟ سؤال. الامر الاخر، في شبهه ان هذه النوع من التصريحات المقصود فيها احداث هذا الامر، وهذه اخطر من الاولى. تحقيق الارهابات